للفرحة اللي مصر كلها فرحتها امبارح، فرحتنا بالمنتخب. أول ماتش كويس المنتخب يلعبه امبارح قدام كوت ديفوار، الحقيقة كان أداء مشرف، ويمكن كل الانتقادات اللي قلناها تفادوها. شفنا محمد النني بعد كل الهجوم اللي كان عليه خد أحسن لعيب في المباراة، شفنا الشناوي كان اداؤه ازاي، ولما الشناوي اتعور ونزل ابو جبل شفنا ابو جبل كان بطل ازاي. صلاح كمان كان احسن ماتش يلعبه امبارح. اظرف حاجه ان عدد كبير من الناس قالت ان المنتخب فاز ولعب كويس رغم انف كيروش، لسه الناس برضو مش مقتنعه بكيروش. خلونا ناخد الكابتن نادر السيد كابتن منتخب مصر السابق. مساء الخير يا كابتن. اهلا اهلا استاذ، اهلا مساء الخير يا فندم. احنا عايزين الاول نتكلم عن الشناوي وابو جبل، اعتقد كان اداء رائع. طبعا الحقيقه ابو جبل والشناوي ادى مباراه رائعه، وابو جبل كمل الكثير الحقيقه، وده مش غريب يعني، هم افضل حارسين في مصر الشناوي وابو جبل، ما فيش فرق كبير ما بينهم وبين بعض، لان كان قبل كده كان ممكن في بعض الاوقات يكون في فوارق، انما الحقيقه الفوارق مش موجوده ابدا ما بين الاثنين. وده اللي ساعدهم ان هم ابو جبل الحقيقه يعني نازل في منتهى التركيز ومنتهى القوه صحيح، والحقيقه شيء يتحسب طبعا بتالق الشناوي، وكمان جديه وتركيز ابو جبل فرقت كتير جدا مع الفريق. فكرتك بركله الجزاء اللي صدتها يا كابتن؟ اكيد احنا بنعيش الاجواء، لان احنا في الاخر كلنا بنكمل بعض يعني، وبنسلم الراي لبعض، واحنا في الاول والاخر المنتخب بالنسبه لنا هو دايما تكليف مش تشريف يعني، لان انا بتكلم في حاجه معينه وغيري بيتكلم في حاجه معينه، وكلنا بنجتهد الحقيقه ان احنا نأدي دورنا يعني. انت راضي عن الاداء امبارح؟ جدا جدا، انا راضي عن الاداء في كل مباريات الحقيقه على فكره يعني، وانا كنت ضد الحقيقه وكنت متحفظ جدا على الهجوم الشديد جدا على كيروش وعلى اللاعبين يعني، الهجوم الحقيقه ما كانش في محله، لان احنا جوه البطوله يعني، ما ينفعش واحنا راكبين مركب جوه البحر وواصلين لنص البحر واحنا عمالين نتخانق ان كان المفروض ده الطريق ولا ده الطريق ولا ده الطريق، ففي الاخر المغرب المركب هتغرق يعني. ال 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 الوقت بتاع البطولات دايما هو وقت تشجيع، حتى لو اللعيبه في اسوء حالتها وقت تشجيع فقط لا غير، بعد ما نخلص البطوله ونشوف النتائج نبقى نتكلم. صحيح، نبقى نتكلم. طب انت شايف المغرب بقى يا كابتن هنعمل ايه؟ هنكسب اكيد. لا هنكسب ان شاء الله باذن الله، لان للاسف شديد احنا بنشوف الفرق بنكبر الفرق المنافسه ونسى نفسنا، لازم نبص لنفسنا ان احنا فرقه كويسه وفرقه عظيمه وعندنا ادوار وعندنا مدرب كويس جدا، واحنا لازم نبص لنفسنا يعني، ما يعني نحترم الناس انما ما ننساش احترامنا لنفسنا يعني. صلاح اداؤه بقى قريب من اداؤه مع ليفربول؟ اداء ليفربول ملوش دعوه باداء المنتخب، ده فريق وده فريق يعني، لان ودي اجواء ودي اجواء، وده دوري وده دوري يعني الربط والمقارنات الحقيقه ما تبقاش في الصالح يعني، ودي ظروف ماتش وده ظروف ماتش، انما صلاح انا قلت الكلام ده وبكرره تاني ان صلاح خارج التقييم يعني، صلاح احنا صحيح. هو احنا بس احنا نفتخر بيه ونستمتع بيه بس اكيد، انما صلاح خلاص يعني بره التقييم يعني. طبعا بره التقييم. ماتش السنغال بقى انت شايفه ازاي؟ وانت شفت مستوانا ومستوى السنغال في البطوله احنا دي. احسن من السنغال ان شاء الله نوصل كاس العالم. هنوصل كاس العالم ان شاء الله، احنا متفائلين زيك يا كابتن. انا ده مش تفاؤل، دي حقيقه، ده واقع، احنا امكانياتنا وقدراتنا قويه جدا وكبيره جدا، بس احنا في بعض الاوقات بنقلل من نفسنا يعني. لا ان شاء الله هنكسب، ويعني كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى، بس انا شايف ان يعني لو ان شاء الله نعدي المغرب، بتعديتنا المغرب ده معناها ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله باذن الله، نعدي المغرب ونكسب البطوله. انا شاكر ليك كابتن نادر السيد، شكرا منتخب مصر. شكرا.